السلام عليكم الكيب، مرحبا بكم من جديد على قناتكم طوموبيل دي زاد بلوس، قناتكم متخصصة بسوق السيارات المستعملة. فيديو اليوم جبنا لكم مجموعة من السيارات، رانا خيرنا لكم سيارات بماركات متنوعة، حاولنا نختار لكم سيارات نضاف أسعار مختلفة. سعر هاد اليوم تتراوح بين 88 و 185 مليون. خوتنا قبل ما نعرضهم عليكم نطلبوا منكم تشتركوا معنا، ما تنسوا تضغطوا زر الإعجاب، ما تنسوا تفعلوا زر الجرس لمعلومات أكثر. تصلوا بأصحاب السيارة تجدون دوما أرقام الهواتف في أول تعليق. على بركة الله، وبدون إطالة نبدأ في هذه السيارات لهذا اليوم، فابقوا معنا. السيارة الأولى متواجدة بالعاصمة، سيتروان سيزيليزي آني 2013، اللون كريز أرجون، المحرك ديازل 1.6 أصدي بقدرة 92 حصان، لابواط مانويال ولا كالكريستا السيارة صافية. طونوبيل لاتوت راي ماشية 180,000 كيلومتر، 300 أ نضيفة بزاف، ما فيهاش صبيغة، لونتروتيان راه أجور، دوزيام مان، المحرك هايل. صعب يقبل التبادل، طالب 185، سعر قابل للتفاوض بري نيغوسيابل. من العاصمة أيضا فولكسفاجن بولو تيم 2005، السيارة لونها غريس أرجون، فيها محرك مازوت 1.9 اس دي بقدرة 64 حصان، لابواط مانويال ولاكات غريس صافية. البولو مشات 223,000 كيلومتر لاتوت. السيارة بونيتا، صبيغة فيها روتوشات خفاف، المحرك 10/10، الكيلومتراج ريال، لونتروتيان اجور. طوموبيل متواجدة بالعاصمة سيدي موسى، سومها 136 مليون سنتيم. رقم 3 من ولاية ميلا، رونو كليو 3 اكسيبسيون 2007، اللون عسلي، المحرك بنزين 1.2 16 في بقدرة 75 حصان، لابواط مانويال ولاكات غريز صافية. طونوبيل لاتوت مشات 220,000 كيلومتر. سيارة نقية بزاف، فيها لا الافون كوتي باساجي مصبوع فقط، العجلات راهم جداد، لا سيسبونسيون والموتور 10/10، لا باتري والفيدونج، لي بلاكات، لا شان جداد، لا راديتور تاني جديدة. سيارة سموها 165 مليون سنتيم. من ولاية الطيف معنا شيري كيو كيو اني 2015، كولور بلانش، المحرك ايسونس 1.1 بقدرة 68 حصان، علبة سرعة سيارة يدوية، لاكات غريز راهي صافية. كيو كيو فيها لي جونطالياج، لي فيتري الكتريك، مشات 174,000 كيلومتر. السيارة لاطول مليحة والموتور 10/10، صاحبة طلب، فيها 88 مليون، سعر قابل للتفاوض بري نيغوسيابل. رقم 5 من ولاية سمسيلة، إيران خضرو دينا آني 2017، لون السيارة هو أسود، فيها محرك إيسونس 1.7 بقوة 115 حصان في في تي، لابواط مانويال، لاكات كريستا السيارة صافية. طوموبيل لاتوت مشات 98,000 كيلومتر. طوموبيل فيها كيت جي بي ال نضيفة بزاف، دوزيام ما زيرو روتوش وزيرو صبيغة. طوموبيل صعبة يقبل التبادل، طالب 180، سعر ثابت. من العاصمة السيارة السادسة بيجو 207 لاني 2012، اللون كريز أرجون، محرك طوموبيل بنزين 1.4 في تي بقوة 95 حصان، علبة سرعة يدوية، لاكات كريز صافية. 207 لا توت اوبسيون، مشات 190,000 كيلومتر. طوموبيل راهي بروبر بزاف، لونتروتيان في وقتو. السيارة فيها البارشوك وباب النكاوة، صعبة طالب 168، سعر قابل للتفاوض. رقم 7 من ولاية تيبازا، رونو كليو كامبوس اني 2016، كولور بلانش، المحرك بنزين 1.26 في بقدرة 75 حصان، لابواط مانويال، لاكات غريز صافية. طوموبيل مشات 133,000 كيلومتر، فيها لابياس، لاكليم، لا ديراكسيون اسيستي، لي فونت بريال، لالام، لي فيتر إلكتريك. كامبوس فيها صبيغة في الكوتي شوفور لنكاوا، الموتور 10/10، سوموها 180 مليون سنتيم.
8 من العاصمة تويوتا ياريس اني 2006 كولور غريز ارجون المحرك بنزين 1.3 في في تي بقدرة 87 حصان علبة سرعة يدوية لياريس مشات 270 الف كيلومتر طنوبيل فيها لابياس دو اس بي رادار دو ريكول لازيراكسيون اسيستي ولالار لياريس لاطول راهي هايلة الموتور راه جديد صاحب السيارة يكبد تبادل سوموه 137 مليون سنتيم من ولاية بومرداس سيارة رقم 9 بيجو 308 لاني 2011 لا كولور مارون المحرك مازوت 1.16 دي بقوة 112 حصان علبة السرعة يدوية كوات 308 صافيين مشات 240 ألف كيلومتر بالنسبة لزوبسيون فيها لابياس لا كليم لي فار انتبريال لي فوجوجور لي فيتري الكتريك طنوبيل فيها سبيعة كاوا سيارة صعبة طلب 135 سعر ثابت السيارة الأخيرة معنا فيديو اليوم تواجدة بتيزي وزو بيجو 207 اني 2012 السيارة ذات لون أبيض فيها محرك بنزين 1.4 في تي بقوة 95 حصان لابواط مانويال لاكاد غريستا طوموبيل صافية 207 لاتوت مشات 144 ألف كيلومتر السيارة نقية من داخل الخارج لونتروتيان أجور سوموها 185 مليون في الأخير خاوتنا ما تنساوش تشتركوا وما تنساوش تضغطوا على زر الإعجاب إن أردتم أي معلومات عن السيارات اتصلوا بأصحابها أركان وصفهم تجدونهم في التعليق المثبت وشكرا وإلى اللقاء في فيديو آخر قادم إن شاء الله.